إغلاق الأنفاق بين مصر وقطاع غزة وتردي الأوضاع الاقتصادية في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 7 سنوات أثر على كل مناحي الحياة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع ومن بينها السجائر كما يقول بعض المواطنين في غزة. السجائر الشامية أو العربية التي تأتي من الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الإسرائيلي التجاري الوحيد للقطاع، أصبحت البديل عن السجائر المهربة من الجانب المصري التي دخلت القطاع قبل تدمير الأنفاق. والله الدخان العربي أوفر من الدخان المصري، ففي ناس مش مقدرة أنها تدخن من الدخان المصري يعني أو الدخان اليوناني بالرويال للأم، يعني في ناس مش مقدرة أنها تشتري علبة ولا علبتين، في مدخنين بدخن 3 علب وأربع علب يعني، ف بيطلع هذا 3 علب بسعر علبة واحدة من الدخان هذا. ربما لا يستسيغ المدخنون في غزة رائحة هذه السجائر أو مذاقها، ولكنهم مضطرون إلى تدخينها نظرا لسعرها الزهيد. يذكر أن علبة السجائر المصرية يتراوح سعرها بين 4 دولارات و7، أما علبة السجائر الشامية فلا يزيد عن $1.50. والله بالنسبة للدخان المصري يعني غالي، العلبة بتنط اليوم 20 شيكل، ويعني بتيجي بتشتري العلبة هذه العربي ب6 شيكل، يعني فرق كبير، فرق كبير كبير. طب احنا طول النهار بنشتغلش بال20 شيكل، واروح اشتري علبة ب20 شيكل، لا بوفر، فرق كبير كبير اني اشتري عربي. وشكلت الأنفاق الحدودية المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية في الأعوام القليلة الماضية متنفسا رئيسيا لسكان غزة لمواجهة الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ عام 2007.